سلامتك والشر طار هذا لك من الله اختبار. مشاهدي قناة الحقيقة الفضائية أينما كنتم وأينما تواجدتم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ولا تيأسوا. حلقتنا لنهار اليوم سنلاقي خلالها حالة السيدة أجنان حافظة. السيدة أجنان حافظة التي عانت لمدة طويلة مع أمراض على مستوى الأعصاب وعلى مستوى أيضا المس والسحر. السيدة أجنان حافظة شفت بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل أيضا المكملات الغذائية التي تنتجها مراكز الدكتور الهاشمي للأعشاب الطبيعية. مشاهدينا الكرام، ما نطولش عليكم بزاف ونخليكم مع شهادة السيدة أجنان حافظة. السلام عليكم، معكم أجنان حافظة من مدينة طنجة مركز الشيخ محمد الهاشمي. شرفوني اليوم صحفيا، كان تشرفت بهم بزاف هذا قناة الحقيقة، وشكرا الحمد لله يعني وصلت لهذا. كنتمنى هذه الساعة هذه نوصل لها، وانا وصلت لها، وكنزيد نزيد نتمنى من الله نزيد نطول في هذا مع مركز الشيخ محمد الهاشمي. والحمد لله حسيت تحسنت بزاف بزاف، وكنشكر الشيخ محمد الهاشمي جزيل الشكر. المرض ديالي انا كانت مازال صغيرة، كان عندي في عمر 6 سنين، كنحس بواحد شي حاجة كتخوفني. عندي عمر 6 سنين مثلا، كنمشي كنحس شي حاجه، كنفتر مريحه، كما كنجبر والو يعني من السنه الصغيره. وبقى داك الشيء طالع معايا ملي تزوجت بالزوج ديالي عبد الرحيم شقرون. يعني ساعات زاد اسباب السحر، كنت مثلا سحر وكتعرف يعني ثقافه داك الشيء قوى عليا بزاف، ومني زاد اكثر صافي. المهم جرى بي عاده الاطباء، ملي كنمشي لعندو كيقول لي ما عندك حتى شي حاجه، يعني كل شيء الدات ديالك مزيان، كل شيء. كنمشي عند فوقها كذلك، يعني فوقها شنو كيقولوا لي؟ كيقولوا لي يعني غنزولوا لك، ولاني ماشي كيز ما كاينش الزولان، كاين كنحس غير كنزيد اكثر، كنزيد في. وواحد النهار خلق لي الولد ديالي سفيان في عمره دابا 8 سنين، وانا بقيت كنقلب في التلفزيون وداني قناه الحقيقه، يعني حتى واحد ما عطاني، عطيت بوحدي في التلفزيون، طلعت نمرت على الشاشه التلفزيون فيصدقت. يعني انا كان عندي واحد اتصال مع العائله ديالي برا، وبقى لي اتصال في التليفون، ما يطلع ديك النمره اتصلت بالبنت برا، قالت قلت واش معك، واش المركز الهاشمي؟ قالت نعم اختي تفضل. وعطاتني العلوان نمره المغرب، ديك الساعه ما شدت لي شي يعني المغرب، بقيت كنحاول باش درت شي يعني ما عرفتش اش من وقت اللي كيتصلوا بالضبط، يعني بقيت كنحاول. واحد النهار وهي دوز النمره ديال المغرب على الشاشه، اتصلت بواحد البنت قلت لها واش المركز هاشمي؟ قالت لي عام اختي. قلت لها قالت لي شكون فين كاين معايا؟ قلت لها مدينه تطوان، يعني واخا نقول لها هنا مدينه تطوان. قالت لي شكون اللي قريب منك؟ واش طنجه ولا وجده؟ قلت لها طنجه. عطاتني العلوان بالضبط، جيت الحمد لله استقبلوني البنات احسن استقبال، مشيت فرحانه وخا يعني ما شربتش الدواء ديك الساعه، يعني داخله حسيت بواحد الراحه ما كايناش في. ايوا بقيت كنستعمل شويه شويه، وساعدني الزوج ديالي بزاف يعني مادي ومعنوي كيساعد معايا بزاف. وبقيت كنزيد جرعه الاولى زيرت عليا بزاف، شديت من رجلي بزاف، شديت برجلي رجلي شدهم كنهزو زايده، حين جاني الخوف جيت من قمة نايضه شاده جدوده صافي. بقى معايا كيقول لي زيد يعني كما تزير، كنعيط لبنات المركز تا هما كيقولوا لي واخا زير عليك الدواء زيد كمل، وانا كنتبع القناه الحقيقه كنشوف حاله الشوفيات. ايوا والحمد لله بقيت وحده مورا وحده حتى الجرعه السادسه، نشوف الجرعه السادسه حسيت بواحد الفرحه، شفاش نقول لك يعني كنشوف الشيخ محمد الهاشمي واحد الفرحه ما قدتها، ما بحال قلت واش حفره كحله وطلعني منها شفت الضوء. الحمد لله كنشكروا بزاف هذا في القناه الحقيقه، كنشكروا بزاف بزاف جزيل الشكر، وكنشكركم حتى نتوما يعني استقبلتوني وشرفتوني اليوم. والحمد لله يعني واحد الراحه باش نقول لك شدوها باش شدوها بزاف، دقه القلب يعني الخوف دقه القلب شنو كنقول انا في نفسي، ومثلا داك الشيء اللي كيكثر عليا كيقول لي غنموت، كاين غنموتي. الزوج ديالي شنو كيقول لي؟ كنقول لي انت قلت لي البارح ما غنموتش، علاش البارح ما موتش؟ انت باقا بالروح، يعني داك الشيء زعما الخوف كبير. كندير ولدي في طهري ونبدا نشف بحال شي حمقى، ما كنعقلش على راسي بان نشف في الطريق ولا ما عقلاش، كنمشي نخرج هيدا فهو كيتصل لي بالتليفون باش ما نطيح، كنطيح كنغير تماما. وبقيت كاين نحس ما كنجلس مع زوجي ديالي كنحب شي حاجه مثلا بحال ما خصنيش نجلس قدامه ولا كذا، شي حاجه ما نقدرش نوصفها لك باش نقول لك شي حاجه صعيبه بزاف.
والحمد لله. يعني دابا هذاك الشيء هذاك ما بقاليش. كرفص بزاف يعني، ماشي غير كرفص راه ماشي زعما. انا كنقول لك الشيخ محمد هاشمي ما كنسمع الناس كيقولوا لك اشني غادي افان، نقول يعني ما كان بحال الاب ديالي. الحمد لله راه خرجني من واحد الحفره قلت لك حلاج فضه، يعني انا ما عقلاتي على راسي بحال ما عنديش الذاكره، انا شحم قاري كنت حمقانيش. والحمد لله مشيت قلت لك عاد الاطباء، مشيت للطبيب. يعني ماشي نقول لك يعني ما غير واحد تصاور عندي عاد تصاور، غير مشي كيقول لي ما عندك حتى شي حاجه، الجسم ديالك مزيان، كلشي ديالك مزيان. وانا كنخرج كنقول كيفاش انا هاد السيد كيقول لي ما عندك حتى حاجه، وانا كنحس شي حاجه عندي، حاسه شي حاجه لداخل ديالي. كيدوزو كيشني كيخرجوا لي، كيخرجوا لي الدروغه، خرجوا لي فاس ديال الدروغه كتقسم على ربع. كيجي الزوج ديالي كيقول لي عندك واحد باقي كنشربها حبه، كنشربها كامله، كنبقى ناعسه حتى كنفيق، كنجبر داك الشيء باقي هو عندي في الدماغ ما كيحيدليش. كنشرب بسيط، كيجي كيقسم علي لا كنقصني نشربها كامله باش نعس ما كنعش، نعس مهم ما كنعش. نقول لك دابا عندي شي الولد ديالي عنده 17 سنه وانا ما كنعش، وتبارك الله دابا ولدي الراجل 17 سنه وانا نعس ما كنعش. يعني الا نعس واخا نعس ينعس فشي نعسه، يعني هي غير صيحه وصافي. ايوا ملي بقيت كنستعمل مثلا قلت لك ديك الدروكه كنطف لي الراس ديالي بزاف، بقيت كندوخ كنطيح كندير الدوخه وانا ما حاسه حتى بشي راحه، راحه ما كايناش الراحه. واش نقول لك الاطباء يعني ما فهم الراحه ما كايناش. فوقها كذلك يعني كنمشي لعند الفقي كيقول لك انا زولت لك، ما يكذب عليك كذا، ما كاين لا زوله لا حتى شي حاجه. قال لي عندك يزيد يخوفي فعلا، يقول لك مثلا زاد خوفني واحد سني، قال لي عندك اربعه ثقافات، وحده في زيد كتدخل عليها، وحده على واحد الشجره زيد كثار، زيد تعب بقيت مشى ما كنرجعش، بقيت غير مشى يعني غير زايده. ايوا الحمد لله ملي شفت هذا السيد رسولنا ربي العالمين عطانا رحمه للمؤمنين كنشكرو بزاف بزاف، وكنشكركم حتى نتوما يعني اللي شرفتونا اليوم في القناه الحقيقه. شكرا. العائله ديالي يعني كنت كنطيح عندهم بزاف، يعني العائله ديالي يعني عاوتاهم مسافرنا، يعني ماشي باش نقول لك يعني عاونوني، عاود الوالد ديالي والام ديالي عاونوني لا مادي ولا معنوي. يعني الحمد لله في الحق اكثر هي الزوج ديالي، يعني المهم كنشكرو بزاف بزاف، يعني هو اللي كلشي فيه، عندي فيه كلشي، مساعد معايا بزاف. يعني كيقول لي قال الحلقه كيقول لي غير زيد الا جبرنا الدكتور محمد الهاشمي جبرناه واخا في الدار البيضاء غنمشي معاه، كيخسر لي حتى شي حاجه. دابا الحمد لله واحد الراحه ما نقولكش، واحد الراحه بحال اللي تولدت من جديد انايا، بحال اللي دابا انا كنقول للمشاهد ما كيتفرجوا فيا العالم، انا كنقول للناس اللي كيتشوفني في القناه الحقيقه انا حافظه اجنان في مدينه منير زين لحد منير زين، كنقول لهم هذه القناة الحقيقة، الحقيقة ما كاينش الكذوب نهائيا باش يكونوا. وخا كنقول للناس انايا جوج الناس ولا ثلاثة الناس كيتيقوا شوف دابا انا القناة الحقيقة كتفرج فيا العالم، يعني قناة الحقيقة مركز الهاشمي راه الدواء الهاشمي ما عندهاش. والحمد لله فضل كيرجع ربي العالمين الدكتور محمد الهاشمي السابق. ننصح الناس يتوجهوا للمركز الهاشمي، المركز الهاشمي راه الدواء الدكتور محمد الهاشمي كون ما تشربها واخا صحاح يعني تزيد كتمنى نزيد واخا صحيحه نزيد نشرب، يعني علاش؟ الا ما فاتكش ما غدركش. راه واحد الراحه اللي ما كايناش، اللي كيشوف فيا كامل يتوجه للمركز الهاشمي راه قناه الحقيقه، الحقيقه ما كاينش فيها كذب. وكنشكر الدكتور محمد الهاشمي جزيل الشكر، المهم كنصل التحيه من هذا القناه الحقيقه، والله تعالى يعطيكم ما تمنى في خاطره، يخليه لوليداته ويخليه ما عزيز عليه، ويزيد ان شاء الله يطول في هذا الميدان. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى حتى هو ربي العالمين يعطيه كل ما يتمنى، وخنتمنى نعطيه انا الشكر الله سبحانه وتعالى هو اللي غيزيد على هذا العمل اللي كيدير وعلى هذا الشيء اللي المهم. وشكرا الشيء اللي ما نقول انا كنشكر الشيخ محمد هاشمي في قناة الحقيقة شرفوني اليوم الحمد لله، وكنتمنى له ان شاء الله السعادة ويزيدنا في الميدان ويعطيك ويا ربي العالمين يعطيكم يتمنى في خاطره. راه حسيت بواحد الراحة، الراحة التامة، وكنشكرك جزيلا الشكر، وكنشكرك انا الله سبحانه وتعالى هو اللي غازيك على العمل ديالك اللي كدير. وشكرا على السلامة. الحمد لك يا ربي يا حافظ الدين، الحمد لله قومتك بالسلام.